نعم، هو تقديره صحيح. يعني اللي عليه دين ينبغي أن يحصي ما عنده من أملاك قابلة للبيع زائدة على حاجته، فهذه تعد يعني كأنها ليست دينا، لأن بإمكانه أن يدفع أن يبيعها ويخلص بها دينه. ما زاد على ذلك من الدين اللي ما عندهش مقابلة من أملاك، هذا يجوز له أن يأخذ الزكاة بقدره ليؤدي الزكاة، لكن شرط ذلك أن يبيع ما عنده أولا، نعم. لا أن مجرد أن يحصيه فقط. طيب. لابد أن يبيع، لابد أن يبيع بالفعل، أما يقول لا أنا خلاص وعندي كذا، لا أريد أن أخذ مقابلة وأريد أخذ مقابل الزائد، لا، قال الفقهاء لابد أن يبيع. من عنده دين وعنده بيتان فلا يأخذ، ودين يقابل بيت، أحد البيوت يقابل الدين، والبيت الآخر لسكناه، فليجوز له أن يأخذ الزكاة، قال لابد أن يبيع البيت الزائد قبل أن يأخذ الزكاة.